شكرا للأخ نايف بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أيها الحفل الكريم في يوم من أيام الفخر والسمو والسؤدد. أهلا بكم إلى يوم يتنافس فيه أبناء الخليج، يتنافس فيه الأبطال على شرف رموز في ختامي الختاميات، في ختامي الوثبة للعام 2024. اليوم هو يوم الكبار، يوم فيه الجهابذة، ويوم فيه العمالقة، ويوم فيه تنتشر الرايات الخليجية. ولعل الخبر الأبرز والهام ذلك الخبر الذي جاء منذ لحظات بعودة واستئناف بطولة كأس الخليج التي قرر لها أن تقام من العام المقبل في كل سنة في كل دولة وفي كل ميدان خليجي. شكرا لرؤساء الاتحادات الخليجية، وشكرا لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن على هذا القرار الصائب وعلى هذا الاجتماع الذي من شأنه أن يبث الفرح والفخر في نفوس أبناء المنطقة للوثبة الميدان الفتحية. اليوم تفتح للخلود كتابا، وتجمعت من كل فج ندر كرومة أبا وتمحضت أنسابا. هذه المطايا لا تشيح بوجهها، مدت رؤوسا شمخا ورقابا، وثبت إلى أعلى المراتب والعلا في ركضها تتصيد الألقاب. اليوم هو يوم الأفعال، اليوم هو يوم الألقاب. لقب أول ذهب لمصلحة الشقي، لمصلحة السايحة بشعار سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. ثاني الألقاب سيكون مع من من هذه الشعارات ومع هذه الأسماء؟ بندقية، ومع البندقية هناك مليون درهم. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ مع هذا الزحف، نبدأ مع هذه الموجة الهادرة، موجة لا تنكسر، موجة عنوانها أربعة أسماء في هذا النزال، بل خمسة أسماء تتزاحم وتتنازل هنا في حلبة الوثبة المقدمة والمركز الأول. هذا هو والم، والم لهذه المعركة، ووالم ومستعد ومعد لهذه المواجهة. هذا هو والم بشعار الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثاني فأتابع مهيض يحتل المركز الثاني للسيد أحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم وقال بن خزينة. يا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعة ما هو بريض، لو تسوقون النظا ما تلحقونه. جعل دار قيض سيله يبيض، عشرة أيام وهي تمطر مزونة. الله الله، حصل دخول على حامي الحمى، حامي الآن يتسلل ليكون مشاهدين الكرام في حمى الصدارة. حامي بشعار محمي ومحصن من الانتصارات لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. هذا هو حامي. أما المركز الثاني أتابع والي محمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث مهيض بشعار السيد أحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم. المركز الرابع يتسلل سامرين الآن يتقدم إلى المركز الرابع بشعار السيد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. وبرزان يصل شعار السايحة، شعار الشقي الذي لا يكف عن شقاوته المحببة، شقاوته الأصيلة. هذا هو الشقي، وهذا هو شعاره على ظهر برزان، يبارز وينازل في يوم المبارزة، في يوم النزال، في يوم القوة والسمو. عودة إلى البداية، عودة
إلى حامي. هذا هو حامي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نسير معكم في ثاني الأشواط في هذا اليوم الكبير. ثمانية رموز في هذا اليوم، أولها مع الشقي، ثانيها هل سيكون مع بن دري أم مع الواثق أم مع العميمي أم مع بن ذيبان أم مع الشقي مرة أخرى أم مع شعارات وأسماء أخرى تحترم لما قدمت في هذا العالم الأصيل. حامي إذن يحمي الصدارة، ما زال هناك في المقدمة يفرض طوق حماية على المركز الأول. بروتكشن على الصدارة، بروتكشن على النمبر ون مع أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. يا سلام الله، مضمر الشبلة، مضمر يعرف جيدا كيفية التعامل مع أشواط الرموز. المركز الثاني والم أيضا مع اسم كبير، اسم له سجلاته الناصعة البياض والتميز، هذا هو الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. يقدم لنا والم وأداؤه أداء راقي يحتل مركز الوصافة، بينما المركز الثاني هذا هو مهيض يحتل ثالث المراكز، أحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم برزان رابعا بشعار سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. خامسا نجد هنا سامرين بشعار السيد عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم، وما زالت الأمور حتى هذه اللحظات تشير على أن بن دري قادما من أجل الرمز، قادما من أجل التتويج. إذن الصدارة حامي مع المركز الأول، ولكن أرى بالعين المجردة بدأ شعار العميمي يتسلل. مهيض الآن يتقدم في المركز الثاني، وأرى أيضا والم بن غدير، ولكن تابعوا الله برزان. برزان الآن يقوم بدور كبير، دور تكتيكي، يضحي به الشقي من أجل اسم آخر، من أجل اسم مضبوط. هذه خطة الشقي ربما تنجح بضغطه على الصدارة، باستفزازه للأسماء التي أمامه هنا، والم وحامي. الله الله، بدأ شوط آخر، شوط تكتيكي. شوفوا الشقي، الشقي اسم على مسمى، بالفعل هنا يبدأ في شقاوته على الصدارة. الصدارة 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 ما زالت محمية، ما زال في حماها بن دري، ما زالت مشاهدينا ومتابعينا الكرام الأمور تبتسم، تبتسم للجري وتبتسم لمضمر الشبلة وتبتسم لأبناء بن دري. ولكن برزان يبارز الآن حامي. الله الله، بالفعل هذه أرضية المعركة تنخطف الآن، تنخطف الأمور. الصدارة مع برزان، نعم يبارز من أجل المحمية، وبالفعل يتسلل إلى محمية الناموس ويتسلل إلى حماية البندقية. يا سلام برزان، برزان في الصدارة، ولكن حامي، حامي ما زال أداء حامي، ما زال أداء قوي جدا. وبالتالي تفصلك يا بن دري ويا الشقي كيلو ونصف الكيلو، 1500 متر تفصلنا عن معرفة بطل ثاني هذه المواجهات. حامي السعيد مرة أخرى، الحما في المركز الأول، وينطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مع حامي الآن. الله يا بن دري، الله يا بن دري، هذا هو حامي. بالفعل آداؤه حاميا، آداؤه يزداد قوة ويزداد شموخا ويزداد رفعة، ولكن الله يا برق، وصل برق بن نصرة يرعد ويبرق. هنا في المركز الثاني شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري يأتي مع برق الخاطف لبندقية مهرجان المرموم التراثي. المركز الثالث يصل
المضبوط الشقي، يا سلام، هذا هو الشقي وهذا هو مضبوط. Exactly he what you want يا الشقي، الله good it's very good. ولكن وين حامي؟ وين بندري؟ يا سلام، هذا هو شموخ بندري، هذا هو حامي الحمى. الله الله الله، اشتدت المعركة. حامي بندري ما زال على الصدارة، مضبوط في المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الله الله الله، حامي يعطي من جديد، يعطي من جديد، أداء قويا، أداء أداء يفترس فيه المركز الأول. بالفعل حامي على اسمه، حامي الحمى، حامي الحمى، حامي البندقية، حامي الرمز. سلام يا بندري، سلام والتهاني لسالم بن أحمد بندري الفلاحي وحمد بن سالم بندري الفلاحي، وسلام زاخر سلام البندقية لبندري المركز الثاني. مضبوط لسعيد بن جابر الحربي المركز الثالث. برق لسعادة صالح بن محمد بن نصرة المركز الرابع. جاء في ضاري لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخال الكتبي المركز الخامس. والمركز الخامس ربما هو مروع لحمد بن سالم بن نصر العامري. عموما بحال هكذا استطاع حامي أن يحمي مركزه الأول، هذا المركز المطلوب. 12 دقيقة 20 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسالم بن دري الفلاحي والإخواني الكرام على فوزهم وانتزاعهم للبندقية، والتهنية أيضا للمضمر علي بن فايل العويسي المركز الثاني. مضبوط، وتوقيته 12 دقيقة 22 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد جابر عبد الله الحربي. أما المركز الثالث فكان من نصيب برق، وتوقيته الزمني 12 دقيقة 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري المركز الرابع، كان مع والم وتوقيته 12:28 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخال الكتبي. المركز الخامس كان مع شغموم، تهانينا لمالك شغموم الفائز بالمركز الخامس. مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. في هذه اللحظات أنقل الكلمة والميكروفون للأخ والأستاذ سالم بن حضيرم. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام.